السلام عليكم، سميتي ادم بودما، انا عضو في مجلس الجامعه الاكادير. هادي عام باش كنمثل الساكنين ديال اكادير في مجلس الجامعه الاكادير بعد الاستقاله ديال السي طارق قباج، لانني كنت انا موالي في اللائحه بعد الاستقاله ديالو. اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم جدا بالنسبه ليا، هو الموضوع ديال النقل في مدينه دي اكادير. مؤخرا صدر واحد التقرير ديال المجلس الجهوي للحسابات اللي متوفر في الانترنت، كيهضر على الاختلالات اللي كاينه ومجموعه الملاحظات اللي عند المجلس الجهوي للحسابات على الموضوع ديال النقل ديال الحافيات الطوبيسات اللي كتدبروا شركه ارزا. داك تكون تعرفوا هو ان النقل العمومي هي خدمه عموميه، هذا النقل عبر الحافيات خدمه عموميه اللي المفروض اصلا الجماعات والاقانيم هما اللي يسيروها، ولكن زعما لترشيد النفقات وبدانا خدمتكم قاده مزيان كان هذا الفكره ديال تفويض القطاع الخاص. هادشي تم في المجال ديال اكادير الكبير من في اكادير وين زكان وايت مدلو في الفضاء هذا الكبير، تم تفويض لشركه ارزا في سنه الكونترا في اوائل 2010، وبدا تقريبا في الاول اكتوبر 2010 بدا الاشتغال مع شركه ارزا من ما هذيك المؤسسه ديال الرطاق دارت فايت وشركه الزطراب تاع حمسات. مجلس الجهوي حسابات شاف كاع الوثائق اللي متعلقه بشركه ارزا كيفاش كتشتغل احترام ديالها لفتره التحمل، لقى انه كاين مجموعه من المسائل اللي ما كيحترمهاش شركه ارزا في فتره التحمل اللي هي وقعت عليه، بحال الوقت بين كل اتوبيس واتوبيس، عدد ديال الحافيات ما كافيش، الحافيات كيهزو كثر ديال الناس من خصهم يهزو، ماشي كلشي الحافيات فيهم شروط ديال الولوجيه بالنسبه للناس اللي عندهم وضعيات اعاقه، ماشي ديما كيكونوا بلايص خاصه بالناس الكبار وبالحوامل حتى هادشي ما محترمش. كاين كذلك مجموعه من الملاحظات اللي متعلقه بالتدبير ديال الشركه بحد ذاتها، مثلا مجلس الجهوي حسابات عطانا الملاحظه على واحد الفاكتوره، جوج فاكتورات الحقيقه ديال الطيران الخاص، يعني انه شركه ارزا اكادير خلصت طائره خاصه باش تهز ناس من بلاصه لبلاصه في اكتوبر 2010، وما مكتوبش في ديك الفاكتوره شكون تنقل بالضبط في هاد الطائره، اي ما انه هاد الفاكتوره كلفات الميزانيه ديال شركه ارزا 320000 درهم، يعني 32 مليون ديال التكلفه اللي هي باهظه بزاف، والمشكل هو انا ما عرفتش شكون تنقل فيها وعلاش بالضبط اختاروا طائره خاصه ما تنقلوش في طائره عاديه بحال جميع المسافرين والاشخاص اللي كيسافروا في الطائره العاديه اللي اقل تكلفه بطبيعه الحال. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني متعلق بالصيانه ديال الحافيات، الحافيات ديال شركه ارزا دارت واحد العقده مع واحد الشركه سميتها اي في ار ام اللي تابعه لنفس المؤسسه تابعه للجروب ارزا في المغرب، هاد الشركه هي اللي خاتكم مكلفه بالصيانه وعندها واحد العقده هي خاتكم على الكراج ديالها وكلشي، ولكن مجلس الجهوي الحسابات اكتشف انه هاد شركه اي في ار ام راه هي اللي تستغل الكراج ديال ارزا، الخدامه اللي كيصيبوا هما خدامه ارزا، حتى المدير التقني هو سالاري ديال ارزا، يعني في الحقيقه في الاخر هاد الشركه هادي ما كتصلح الا ان باش تنفخ المصاريف ديال الشركه باش تنقص الضرائب ربما، وهذا الشيء المجلس الجهوي للحسابات اعتبر انه كيكلف على الاقل حسب التقدير ديال المجلس الجهوي للحسابات واحد 600 مليون سنتيم غير في سنه 2015، دونك هذا الشيء كيكلف الميزانيه ديال ارزا، وكان ممكن مثلا تشراو به طوبيسات اخرين باش تجد الجوده ديال الخدمه في مدينه اكادير. كذلك كان واحد الشركه تابعه كذلك لجروب ارزا اللي كدير نقل المستخدمين، ما عندهاش علاقه مع هذاك الطوبيس اللي كيركبوا الناس العاديين، الطوبيسات هادو اللي كيدير نقل المستخدمين كيديروا المازوت من 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 الديبو ديال ارزا نيت اللي كتخلص من التيكيات ديال والانخراطات ديال الناس. هذا حتى هو مشكل. نفس الشيء يتبان واحد جوج حافلات اللي هما كيستعملوا في التكوين ديال الشوافر. المهم هادو الملاحظات اللي متعلقه بالتير ديال ارزا. كاين ملاحظات كذلك متعلقه بالمراقبه ديال العمل ديال ارزا اللي خص المفروض ديرها السلطه. هاد الكونترا اللي دار مع ارزا سنو فيه مجموعه من المدخلين، فيه المجلس الاقليمي ديال اكادير وسنان، المجلس الاقليمي ديال اين زكان ايت ملول، جامعه اكادير، جامعه ايت ملول، جامعه اين زكان، جامعه التشيره، هادو كونوا واحد اللجنه اللي مكلفه بالمراقبه. هاد اللجنه كيراسها السيد الوالي جياسوس ميسا. هاد اللجنه هادي مجلس الجهوي للحسابات كيعتبر انها ما اشتغلت بطريقه عاديه، انما بدات يشتغل في عيدها
وما دارت واحد المصلحه ديال المراقبه الدائمه حتى فبراير 2015، يعني انه من اكتوبر 2010 حتى فبراير 2015 ما كانش كدير المراقبه مزيان، يعني انه ما كناش كنشوفوا واش شركه ارزا كتحتفظ لي صرف التحملات ديالها. شركه ارزا مع عمرها خلصت واحد القدر المالي اللي خصها تخلصو نورمالمون للدوله، هو واحد 750 مليون على الاقل في العام، كيتحسب 0.5 ديال رقم المعاملات ديال شركه ارزا. هذا الشيء ما عمر تخلص من 2010 على الاقل حتى 2015، ما عرفناش من بعد حيت التقرير كيخص غير هذه المده هذه. هذا الشيء ماشي معقول. دونك اللي كيهمنا اليوم هو انه جوج الحاجات، خاص القضاء نيابة العامة دخل في هذا الملف هذا ودرس تقرير ديال المجلس الجهوي حسابات باش نعرفوا اذا كاين شي مسؤوليه قانونيه في هذا المجال خصها تتخذ، ما خصهاش نسمحوا بهذه التصرفات اذا كانوا كيعاقبوا القانون. المشكل الحاجه الثانيه هو انه من نهار كنعرف انا كنسمع بالقطاع النقل في المغرب كيقولوا انه قطاع النقل غير مربح، وهادشي كيتبين من هاد القرار هذا انه خطا، لانه شركه ارزا غير في اكادير كدير واحد الرقم معاملات ديال 177 مليون ديال الدرهم وكتشيط ليها كربح صافي سنوي غير في 2015، هاد الرقم اللي عطيت كتشيط ليها 11 مليون ديال الدرهم من غير هاد المبالغ الماليه اللي كتمشي عند شركات اخرى اللي تابعه لنفس المجموعه. يعني 11 مليون ديال الدرهم سنويا ممكن نديرو بها بزاف ديال الحوايج، ممكن نزيدو بها الخدمه ونزيدو بها حافيات، نزيدو بها دليل اخرين، لانه كاين موال الاحياء ما كيوصلهمش الطوبيس ولا كيجيهم شي بلايص بعاد. هادشي نقدروا نزيدو نطوروه بعد الدراسه ديال هاد التقرير مع الاعضاء ديال المكتب ديال جمعيه الضغط والمشجعه اخرى اكادير اللي كتشتغل على مجال الشان المحلي في مدينه اكادير. قررنا باش نقترحوا تنظيم مائده مستديره في هذا الموضوع ديال تدبير الشان المحلي قطاع النقل وقراءة متعمقة في هاد التقارير ديال المجال الجهوي حسابات باش تديرو نفهمو باش ندقو فيه، واللي غادي نصيفطو الدعوة لجميع المتدخلين بما فيهم شركة ارزا، السلطة المحلية، وهاد اللجنة اللي من المفروض انها تتبع العمل ديال شركة ارزا. غادي نحاولو كذلك يكون معنا خبراء في المجال القانوني اللي يقدروا ينورونا كذلك في الجانب القانوني ديال هاد العقدة ديال تفويض خدمة عمومية. غنحاولو يكونوا مجموعة ديال المدخلين منتخبين كذلك ديال المحليين اللي يقدروا يعبروا على الموقف ديالهم. هاد التقرير ديال المجلس الجهوي حسابات فرصة بالنسبة لينا، لأنه عطانا بزاف ديال المعطيات متعلقة بالتدبير ديال واحد القطاع مهيكل بالنسبة للمدينة ديال أكادير والمدينة والمنطقة ديال أكادير الكبير. عطانا بزاف ديال المعطيات اللي ما كانوش عندنا قبل. هاد التقرير ديال المجلس الجهوي حسابات فرصة كذلك باش أننا نديرو نقاش محلي حول قطاع مهيكل بالنسبة للمدينة وديال أكادير ومنطقة أكادير الكبير اللي هو النقل العمومي. الهدف ديالنا هو نزيدو نفهمو أكثر علاش هذا القطاع ما خدامش كيما خصو يكون خدام، علاش في هذا النوع ديال الاختلالات. اللي عنده شي فكره ولا شي ملاحظه ولا يقدر يفيدنا بالخبره ديالو في هذا المجال، لانه كاين الكونترا ديال شركه ارزا اللي هو كونترا معقد شويه، ما كرهناش شي واحد متخصص يعاوننا في التلخيص ديالو ولا في نخرجوا من الافكار المهمه ولا البنود المهمه. اللي عنده شي خبره كذلك في مجال اخر اللي متعلقه بهذا الموضوع ديال النقل يقدر يفيدنا بها مرحبا. حنا كنشتغلوا حاليا باش ننظموا هذه المائده المستديره قبل الاخر ديال شهر 9، غنعلموكم التاريخ ديالها وبالمكان ديال الانعقاد ديالها، وغنصيفطوا كما قلت دعوه لجميع المدخلين باش نتمناو انهم يكونوا حاضرين معنا ويعطيونا ويعبروا على الموقف ديالهم في هذا الموضوع. وشكرا.